السلام عليكم خوتي، اليوم رانا في حي بلفور. بلفور هذا يعني في الحراش من الاحياء الشعبيه، ايام يعني كما كانت الجزائر ومقابلات الرياضيه السودان والى اخره، كان الناس يعني شباب معك الخضراء. اليوم رانا نهضروا مع واحد شاب من الذين هم يلعبوا هنا، حبوا يديروا الرياضه، رياضيين. نشوفوا تراو شي هضر اخونا هذا الحال ان شاء الله. السلام عليكم خوتي، بابنا السلام عليكم. انت كشاب يا خويا في حي بلفور، واش يعني واش راك المفروض هذا شوف كيما تقول الملعب هذا يلعبوا فيه، لكن ما صلوش يديروا فيه يساعد ملعب تحي ولا حاجه يديروا فيه الرياضه الناس، يعني واش تقول الناس يشوفوا فينا يديروا لنا استاد اللي احنا ما يخلوش هكذا فارغ او فارغ باطل وعنده شعل وهكذا استاد ما دارش. انت في رايك هذا يعني يقدر يجي استاد هنا؟ كاين الناس يقول لك يديروا الناس يطيحوا والكلام يقولوا طايح ويعيطوا بالك يديروا والو استاد فبعيد على السكان، كيما راك تشوف كاين اللي سي ليكا السكان بعيد على الصطاد يخرج الصطاد. ما كان حتى هنا بلاصه وين يلعبوا؟ ما كانش كاع الصطاد. لا ابا هذا تيرا فارغ وعندو شعال هو فارغ الصطاد ما دارش. يا خويا احنا رانا نهضروا كشباب ولاد بلفور، وحنا رانا قدمنا شحال من طلب للبلديه، كل ما نديروا طلب باسم السكان اللي لهنا وليجان باش نديروا استاد ان شاء الله لهنا، نقول معاوننا باش نديروا استاد، يقول لك راح نديروها للصالح العمومي، راح نبنوا باطيمات يسكتونا. غير ما سكنوا باطيمات ما سكنوا الناس، ما داروا ملاعب، ما سكنوا الناس ما داروا باطيمات. شحال عندها دوكا؟ عندها بزاف، عندها واحد قريب عامين هي عندها اكثر، واحد 20 سنه ولا 30 سنه هي عقل. لا علينا دوكا راهم يسكتونا بهذيك تاع شغل الصالح العام خير من راك فاهم، خير من الصالح الخاص. يعطيك الصحه، خير من الصالح الخاص غير من الملاعب. دوك احنا رانا نتوجهوا للسلطات باش يشوفوا الوضعيه هذه تاع البلاصه هذه يا تاع هنا كاين شباب بزاف كيما انت هكذا؟ كاين بزاف. انت محبس القرايه ما ماكش تقرا؟ ما نقراش. صافي اذا ما تلعقاش بلاصه مكان يديروا فيه الرياضه تولي الله يسترنا المخدرات. هذاك واش تولي؟ والرياضه والجسم السليم في العقل السليم، المفروض السلطات يوفروا مكان للشباب يديروا الرياضه، وبالتالي يكونوا مشغولين وكذا وكذا، لان الرياضه مهمه للانسان. ان شاء الله يديروا لنا ما كاش كاع سطات هنايا؟ ما كاش والو. كيما السيام بيرفور ما فيها سطات والو ما فيهاش كاع سطات. شحال في عمرك وليدو؟ 18. الله يبارك يا خويا، يا خويا ان شاء الله يدير لكم سطات وان شاء الله يحفظكم. انت هذا بلا قرايه ما تقراش، بلا قرايه لا خدمه. صعد تلعب بالون مليح؟ نلعب يا خويا. واش وجه يعني رسالتك للسلطات اللي يشوفوك؟ يعني نتمنى ان شاء الله انا انسان مصلح في ولايه يعني في ولايه الجزائر، وبالخصوص يعني مسؤول على بلديه ودائره الحراش، يعني ينظروا للامر هذا ويديروا وياخذوه بعين الاعتبار ان شاء الله. ان شاء الله ماذا بينا يا خويا يشوفوا الوضعيه تاع التيرا هذا يديروا لي جون خير. علاه التيرا ومهمل هكا عنده اكثر كيما قال لك 3 سنين ولا 4 سنين؟ هذا يعطيك الصحه تاع بلديه، ماشي تاع بريفي ولا تاع يا خويا. ان شاء الله يعطيكم الصحه، ربي يشكرك. الله يوفقك خوتي. السلام عليكم. يعني كل حال الشباب الجزائري كله يعني مهمش ماشي غير في الحراش ولا في الجزائر، يعني تصوروا انتم هذا الشباب مساكن على كل، ربي يكون في عونهم. يعني الرياضه مهمه، وكيف يحبوا الناس الزطله والدخان وكيف المخدرات، كيف يحبوا الناس يوقفوا ويديروا لهم ملاعب رياضيه، ويعني باي الناس يستعملوا الوقت تاعهم او مراكز تدريب الى اخره. لهذا يعني سبحان الله تشوف الامور، يعني الشباب الجزائر يعني ما شاء الله، يعني الجزائر عندها يعني شباب يعني ما شاء الله، والشباب هم عماد المستقبل. يعني والله يعني تشوف يعني شفتها في عده مناطق، وخاصه يعني هذو في العاصمه، فما بالك في القرى والمداشر نفس الحكايه، ما فيه ملاعب ولا هم يحزنون، رغم ان الاماكن يعني موجوده والامكانيات كاينه والخيرات كاينه والدراهم هكذا. والله ماني عارف يعني على كل حال، هذا مكان يعني مجرد راي ومجرد ملاحظه، ربي يحلها ان شاء الله على الناس، وهذا هو ربي الناس يجيب للناس المصلحين اللي يحبوا البلاد والعباد، وباغي يخدموا اللي ما فيه خير للبلاد والعباد. والسلام عليكم.